ان هي عباره عن فول مفصص معاه صوص طماطم، بس انا حبيت اعمل لها برضو اضافه صغيره كده عشان تبقى وجبه كامله. احنا عندنا الفول ده يعتبر من البروتينات النباتيه، تمام، وعندنا هنا هنحط معاها قطع لحمه صغيره كور كده زي راس العصفور، يبقى خدنا بروتين حيواني برضو بطريقه سهله وبسيطه، ويا رب تعجبكم. بس ده بره الاكله، يعني اللحمه والزعتر والبصل ده بره الاكله، لكن الاكله اساسيها هي فول وصوص طماطم. هنقول مقاديره عباره عن ايه. عندي نص كيلو من الفول المدشوش المنقوع بقاله حوالي ساعه في الميه بعد ما غسلناه. كل ده نص كيلو؟ كل ده نص كيلو يا دكتور، يعني نفش بيشرب ميه بيبقى كده. وعندنا كمان بصلتين مفرومين وفصين توم ونص لتر من عصير الطماطم ومعلقتين صلصه طماطم وثمره فلفل حامي مفرومه ناعم، وزي ما قلنا ممكن يتحط على وشه بيض او كرات اللحمه. احنا فضلنا كرات اللحمه عشان الناس اللي تحب اللحمه. وقد ايه لحمه؟ هيبقى ربع كيلو لحمه مفرومه، ربع كيلو في الاكله كلها. الاكله دي ممكن تتاكل مع خبز محمص او تتاكل مع رز زي ما انتم عايزين، ده موضوع يرجع لكم انتم. بس احنا بنقول على اكله قليله السعرات الحراريه وفي نفس الوقت سعرها في متناول الجميع. يا دكتور عايزين نتكلم بس على الموضوع ده قبل ما نتكلم على موضوعنا. موضوعنا النهارده يهم كل اسره مصريه، يهم اللي عندهم اطفال، الاطفال اللي هم عندهم فرط الحركه، مفرطين، بيتحركوا كتير، ما بيقعدش، يقول لك الواد ده شقي جدا، يا خبر ابيض، ده ما بيهبطش، ده ما بيهمدش. هنتكلم على الموضوع ده، ولكن بعد ما نقول على الفول، فول حبيب المصريين وحبيب الملايين. والله بص، هي البروتينات النباتيه طبعا من احسن البروتينات، بس لازم نقول حاجه مهمه، ان البروتين النباتي الاحماض الامينيه بتاعته مش كامله، فعشان كده دايما لازم البروتين النباتي يبقى فيه معاه حبوب، او لو زي ما الشيف النهارده عامل لحمه معاه، ودي حاجه كويسه جدا، لانه اللحمه فيها الاحماض الامينيه كامله ودي مهمه جدا، لكن النبات دهونه طبعا تقريبا مش موجوده، ولكن احماضه الامينيه غير كامله، فعشان كده دايما بنكمله الاحماض الامينيه بتاعته بالحبوب جنبه. عشان كده الكشري يعتبر يحتوي على كل الاحماض الامينيه، لان في العدس وفي جنبيه الرز والمكرونه، فكده احنا خدنا وجبه كامله. النهارده لما حطينا اللحمه خلاص احنا كده استغنينا تماما عن ان احنا نضيف اي حاجه، اكتفينا ان اللحمه، حتى اللحمه اسمها يعني بروتين عالي الجوده. عالي الجوده ليه؟ لان مش بس كمان الاحماض الامينيه كامله، كمان في انواع من الفيتامينز زي فيتامين بي 12، وفي كمان المعادن زي الزنك والمغنيسيوم غني قوي، والحديد غني قوي في البروتين الحيواني. يعني الفول ده حاجه حلوه قوي جدا. طبعا طبعا. والعدس زيه. طبعا. البقوليات كلها. احنا عندنا، بس احنا قلنا اللحوم اعلى. ربنا تعالى حبى مصر بيها، بس احنا بنهملها كتير جدا. انا عارف ان الشعب المصري على الاقل نصه بيفطر فول كل يوم، ولكن ممكن نطور الموضوع. يعني مثلا ايه رايكم مره يا دكتور نعمل حلقه عن الفول بكل مشتقاته؟ حلو، بكل طرقه. يعني الناس طورت بقى تعمل فول باللحمه وفول بالمشروم وفول بحاجات كده، ان شاء الله ممكن نعملها، وفول بالليه وفول بالكبده وفول بالسجق. في فول بالسجق حلو جدا. طبعا فبقى في تطور قوي في الفول. مره نعمل حلقه فول كامله. تمام. بس الحلو ما ينفعش فول. احنا كده حطينا زي ما قلنا الحله بتاعتنا او الكازرونه على النار، وهنحط معلقه زيت واحده، وبعدين البصل. لاحظوا بقى حاجه، ان انا هنا زي ما بقول لكم مش عايز الحاجه تبقى مستويه او تاثر على المعده، عشان كده انا بحب، وخصوصا في الاكلات اللي هي بتاعتنا دي جميله، يبقى الحاجه ني في ني، الحاجه تبقى ني في ني. حطينا بحسبك هتسال على حاجه ثانيه. هو ياسر بيقول لك اصل عنده مشكله في معدته، في القولون يعني، لازم يهري الفول او يضربه في الخلاط ويصفيه عشان القشره. طبعا. بتقول لك طبعا. طبعا. اي خدمه. الناس اللي عندها مشكله في الفول بيعمل لها انتفاخ لما الفول بيتضرب في الخلاط، فعلا اصل بتبقى المشكله جايه من القشره، فاحنا لو قدرنا نتخلص من القشره سواء ان احنا نقشر الفول او ان احنا نهرسه بالخلاط، المشكله دي بتتحل. دي حقيقه يا دكتور. طب ما احنا عاملينه النهارده من غير قشره، فول مدشوش محترم. ده فول مدشوش. لكن الفول اللي مش مدشوش بيبقى بقشره. وعلى فكره هو كده مش هيزيد تاني في حجمه،
هو وصل، هو خلاص زاد، اتشرب من الميه للدرجه اللي هو يعني زي ما بنقول كده مش هيزيد تاني في الحجم، بس رجاء ما تسويهوش لغايه ما يدوب يبقى زي شوربه العدس، لا خلوه كده صحيح عشان تحسوا بشكل الفول وطعمه برضو يعني يتاكل كده. لاحظتوا حاجه؟ ده انا حطيت البصل وحطيت الثوم وحطيت الفلفل الحامي، وبعدين بقى هنتبل ملح وفلفل وشويه رشه كده، ممكن نضيف شويه بهارات، ممكن نضيف شويه زعتر اللي انتم عايزينه في الاضافه، بس دايما خلوا النكهات او البهارات اللي انتم بتحطوها ما تاثرش على طعم الحاجه، خلونا احس بطعم الفول دايما، خلينا احس بطعم الاكل، ما تكتروش كميه التوابل في الحاجه يعني. خلاص هنسيب ده كده يتشوح شويه مع البصل والثوم والبهارات. احنا كل اللي هنحطه هنحط رشه كمون كمان عليه، وبعدين هنضيف عليه صوص الطماطم ونضيف عليه عصير الطماطم، ونسيب كل الحاجات دي مع بعض تستوي. وفي نفس الوقت هنعمل كفته باللحمه، ربع كيلو من اللحمه، عليها شويه زعتر وعليها بصلايه مفرومه وعليها شويه ملح وشويه فلفل اهم. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ الكفته دي هنعملها كور صغيره كده ونسويها بره ونضيفها اضافه يعني على حاجه كده يعني تعرفها. الناس لما بتلاقي مثلا لحمه بتاكل بتهتم، لكن فول بس هيقول لك يا خبر ابيض مش كده، فجربوا يعني عشان خاطر يبقى في حاجه بسيطه تاكلوها. دكتور بقى عايزين نتكلم على موضوعنا النهارده، وهو فرط هل الطفل اللي هو عنده فرط حركه ده بيبقى مريض وعايز علاج وعايز غذاء معين، ولا هي عباره عن طاقه موجوده جواه عايز يخرجها؟ بص، هو في فرق ان ما بين طفل شقي وطفل عنده مشكله اللي هي فرط الحركه. نعم. احنا كنا دايما بنسمع الشكوى ده طفل شقي، بس في شقاوه بتتعدى مرحله ان احنا نقول عليه طفل شقي بس، لا، الطفل الشقي ده لما مثلا في المدرسه هيبقى قاعد في الفصل بتاعه هيبقى بيسمع الدرس، او غالبا الطفل الشقي بيبقى ذكي وبيبقى الدرجات بتاعته في المدرسه كويسه او درجاته عاليه، بيبقى مركز في الدرس. طبعا طبعا هو شقي لكن مركز. الطفل اللي عنده اللي هو فرط الحركه بيتشخص طبيا اللي هو ADHD، اللي هو Attention Deficiency Hyperactivity Disease. يعني ايه؟ يعني الطفل ده شقي ولكن غير متنبه، عنده مشكله في التركيز، عنده مشكله في ان هو يحصل معلومه، بيبقى مندفع، بيبقى عامل قلق. يعني دايما الشكوى بتيجي في المرحله الدراسيه الاولى اللي هي سنه اولى وثانيه وثالثه ابتدائي، المدرسه بتشتكي الام ان هي تضطر انها تطلعه بره الفصل عشان تعرف تكمل الدرس، مش بس كشقاوه، كان هو مش قادر ان هو يركز معاها يسمع معلومه، هو موضوع التركيز ده عنده فيه مشكله، وكمان الدرجات بتاعته بتبقى دايما ضعيفه جدا. فهي دي الشكوى بتاعه الام الاساسيه. نعم. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي عن الفرق بين الشقاوه والطفل المفرط او اللي عنده فرط الحركه. طب هو ده بيبقى مرض يعني؟ ده سؤالي. في مشكله. مشكله. بيبقى في مشكله. طب علاجه ايه يا دكتور؟ بص، العلاج بتاعه مهم قوي نبقى عارفين انه مش نمره واحد الدواء. لا، هو نمره واحد التعليم. سلوكي. وسلوكي نمره اتنين. ودعم الاسره والمدرسه، لان لازم في الحاله دي الاسره والمدرسه يبقوا متفقين ان في تقرير من الدكتور ان الطفل ده بيعاني من مشكله فرط الحركه. فبالتالي التعاون مطلوب، لان الطفل ده ما ينفعش انك انت كمدرسه تزعقي له، لان هو ده حاجه غصب عنه مش بايده، هو في عنده مشكله صحيه. الحاجه الثانيه ان احنا له نظام غذائي، في عندنا في التغذيه له قاعده اسمها فاين جولد دايت. يعني ايه؟ الطفل ده المشكله الرئيسيه بتاعته بالنسبه للاكل الحاجات الملونه، يعني الاكل اللي فيه الوان او صبغات، او الاكل المحفوظ، او الاكل اللي فيه مواد حافظه، او الاكل اللي فيه اللي هي المنكهات، او الاكل اللي هو المعلب، كل الاكلات اللي هي المحفوظه المعلبه الملونه دي تاخد نمره واحد في التغذيه بتعمل له مشكله. فنبقى فاهمين. طب ما هو ما فيش طفل ما بياكلش الحاجات، ما ده اللي احنا بنقوله. يعني عشان كده ما اقدرش امنعه. لا، تقدر ان انت تخلي الحاجات الملونه طبيعيه، تبقى فاهم ان الطفل ازاي ده ازاي بقى يا دكتور؟ ما ده اللي احنا عايزين نفهمه. هقول لك حاجه، ما احنا في الالوان اللي بناخدها من الاكل اللي هو، بس دي هنا مجهود بقى مضاعف في البيت، انك انت بتضطري تعملي له الحاجات بالوان طبيعيه. بالوان طبيعيه اللي هي
اللي هي مثلا الاخضر بيبقى جاي من الجرجير والبقدونس، الاحمر جاي من الطماطم او البنجر. ما ينفعش الوان صناعيه لا حتى لو مصرح بيها ما ينفعش. ما ينفعش يعني هي في ناس بتقول دايما بسمع ان المشكله السكر، في ناس كتير قوي اصل ده الطفل ده عنده فرط حركه مش هنديله سكر. الناس متخيله ان المشكله في السكر بس، لا السكر يحتل المرتبه الثالثه يمكن، لكن المرتبه الاولى بيحتلها الحاجات الملونه الالوان، سواء حتى لو الالوان دي صبغات مصرح بيها. الطفل ده ما ينفعش ياخد ده الحاجات اللي هي الملونه. فاحنا كبيت وفي المدرسه حتى ان هو لو اشترى من الكانتين بتاع المدرسه نبقى عارفين ان هو ما ينفعش ياخد الاكل اللي هو لا ملون ولا معلب ولا في منكهات. يعني معنى كده ان انا اخد اعمل له في البيت حاجه ياخدها معاه طبعا تغنيه عن انه يشتري، ما انا ما اقدرش اسيطر عليه في المدرسه، ما اقدرش اسيطر عليه في النادي، ما اقدرش اسيطر عليه في الشارع. ما عشان كده قلنا في النادي مامته معاه، لكن في المدرسه لازم زي ما قلت لك تعاون ما بين المدرسه والبيت، وبيبقى ده حاله لازم. الراجل بتاع الكانتين عايز يبيع يا دكتور بقى، ما فيصدق بقى. لا بس في مدرسه بتلاحظ مش هيمنعه يعني. لا بس اقول لك على حاجه شيف يسري مهمه قوي، ده عنده مشكله يعني، هو ده عنده مشكله، فاحنا لازم الطفل اللي عنده مشكله بيبقى له حسابات تانية. نعم. غير مثلا لو حد شقي وبيحب ياكل ممكن نقول الام يعني اديله حاجه وهياخد من الكانتين بيمشي الحال، لكن ده لا، بنبقى حريصين انه حتى لما ياخد كميه اقل على قدر المستطاع. طب لكن احنا ممكن تبقى عامله المجهود، نودي الطفل لطبيب نفسي ياهله لازم، عشان انا قلت لك التعليم والعلاج السلوكي. نعم. يعني الاول انك تعلمه اللي هو اللي هو بيبقى عند في مراكز لتعليم الاطفال اللي هي التوحد واطفال فرط الحركه والكلام ده. دول في ليهم علاج سلوكي، فاهم ازاي؟ لا علاج سلوكي، عشان كده قلت لك ان احنا نعلمهم ونأهله كمان انه ما يتعاملش مع الحاجات دي بره. بالظبط كده. بعد كده يجي بقى اللي هو موضوع الاكل. نعم. او الادويه مش بتحتل يعني مش بتحتل مرتبه متقدمه يعني. نعم. مش مثلا ده واحد عنده ضغط فياخد دواء ضغط، لا ده هيبقى العلاج السلوكي والدعم بتاع الاسره، وبعد كده الادويه والتغذيه مش بتحتل المراتب الاولى، يبقى السلوك هو اللي بيحتل المرتبه الاولى. طيب دكتور، بس انا هاخد من وقت حضرتك ثواني وهنرجع نتكلم في الموضوع ده، ولكن انا عملت الكور صغيره اهي زي ما بنقول كده زي راس العصفور، وهشوحها، وادي الفول بتاعنا شايفين اتشرب الصوص اهو وبدا يخش في التسويه، هنسيبه على النار مش هنعمل اي حاجه خالص غير